قال فضال الشحام، قال كان الحسن، الحسن أي الحسن البصري، إذا دخل عليه إخوانه أتاهم بما يكون عنده، اللي هو محوشه ومدخره، ولربما قال لبعضهم أخرج السلة من تحت السرير فيخرجها فإذا فيها رطب فيقول ادخرته لكم، يعني هو جاءه الرطب فلم تهنأ نفسه أن يأكل منه حتى يشاركه إخوانه في الله في أن يأكلوا من هذا إيش الرطب. يعني حضرتك شو بتوكل؟ سنيكرز؟ طب إخوانك في الله أكلوا معك سنيكرز؟ لا والله طعمتهم كوكو عاشور أبو الشني. ما هكذا كان صنيع السلف. وين حضرتك؟ والله الليلة أنا أكلت في جبري. طب إخوانك في الله؟ والله عزمتهم على الهنين بوسط البلد أبو ليرة وربع الوجبة. يعني لا تهنأ نفسه، لا تهنأ نفسه أن يأكل أكثر وأعلى مستوى من إخوانه، هذه درجة إيش عالية. لا نتكلم عن الوالدين، هذا موضوع آخر سبق، لا ينفع ولا يصح أن تأكل أفضل من والديك ولا أن تشرب أفضل من والديك، ولا يكون عندك جيزر ووالديك ما عندهم جيزر، ولا عندك مكيف ووالديك ما عندهم مكيف، هذا موضوع آخر ما جينا تكلمنا عنه سابقا. أما نتكلم الآن عن حق الإخوة في الله عشان نعرف ما معنى هذا أخ لي في الله. قال ما دخلت على عبد الرحمن بن أبي ليلى قط إلا حدثني بحديث حسن وأطعمني طعاما طيبا. من حق إخوانك في الله أن تسمعهم كلاما حسنا، مش بس تلاقي تحكي له كلام يدخل الأسى والمرض إلى قلبه. فيا أخي في الله أسمعنا كلاما حسنا، هذا غير حق الوالدين، وقل لهما قولا كريما. فمن حق إخوانك أن تسمعهم أفضل الكلام وأن يسمعوا منك أفضل العبارات. وكان يطعمهم طعاما إيش طيبا.